فاروق صلاح صلاح معانا موجود. من ملعب التتش. مساء الخير عليك يا فاروق. مساء النور عليك يا سارة، مساء النور عليك يا أحمد، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. نتكلم الأول عن قائمة الفريق. أنا بعتقد أن القائمة معانا ممكن نقولها لجمهور النادي الأهلي. يعني اقدر اقول لك احمد، يعني اختتم فريق النادي الاهلي تدريباته اليوم المران الاخير قبل التوجه لمدينه الاسكندريه لمواجهه فريق حرس الحدود في الجوله ال25. زي ما انت قلت داخلين على مرحله مهمه جدا، مرحله حسم الدوري، لقاء حرس الحدود ثم الاسماعيلي ثم لقاء الاتحاد. الجديه التركيز هو شعار لاعبي النادي الاهلي. اعلن مستر ريني فايلر قائمه الفريق لخوض هذا اللقاء، والقائمه ضمت 21 لاعب: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، خط الدفاع أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد شكري، خط الوسط حمدي فتحي، أليو ديانج وعربي بدر، وليد سليمان، أحمد الشيخ، جيرالدو ومحمد مجدي أفشة، وثلاثة في خط الهجوم: جونيور أجاييه، مروان محسن وأليو باجي. تقدر تقول من قائمة اللقاء الأخير خرج فقط محمود وحيد ودخل في القائمة علي معلول. دي القائمة اللي أعلنها مستر ريني فايلر بعد المران. زي ما قلنا التركيز والجدية وشعار لعبة النادي الأهلي. النهاردة مستر ريني فايلر كان المران في تمام الساعة الرابعة، بدأ يعني جزء بدني مع مستر توماس مخطط الأحمال، ثم الجزء الفني والتكتيك. كان بالمناسبة المران مغلق تماما النهاردة. مستر ريني فايلر فضل أن المران يكون مغلق، ركز شوية على نواحي خططية ونواحي في التكتيك باللاعبين، واختتم المران بتقسيمة ما بين فريقين. نقدر نقول عايز اطمن كل الجماهير الحاله اللي عليها لعيبه النادي الاهلي مروان محسن واليو باجي وايضا جونيور اجاي اللي بدا يستعيد الكثير من مستواه في الفتره الاخيره. يعني نقدر نطمن اللعيبه، نطمن الجماهير على حاله اللاعبين يا احمد، وعلى حاله ايضا حراس المرمى مع مستر ميكيل يانكون اللي ادوا تمران اكثر من رائع مع مستر ميكيل يانكون، سواء محمد الشناوي او علي لطفي او مصطفى شوبير. طب نتكلم بالنسبه للمصابين. يعني عارف حتى انه مستر فايلر النهارده كان ليه اجتماع مع دكتور خالد محمود واتكلم معاه على قائمه المصابين. احنا عندنا في القائمه حسين الشحات، سلية، محمد محمود، سعد وكريم ندفد ومتولي. طبعا سعد وكريم ومتولي احنا يعني بنتكلم في صعوبه كبيره جدا ان هم يدخلوا في قائمه الفريق في المنافسات المتبقيه، لكن بالنسبه للشحات والسلية ومحمد محمود يهمنا نعرف اخر تطورات الموقف بالنسبه لهم. بالظبط يا احمد، يعني انت واضح ملم جدا بمتابعه هذا الامر، ان بالفعل كان في جلسه ما بين مستر ريني فايلر ودكتور خالد محمود طبيب الفريق. وانا كان ليا جلسه مع الحديث مع دكتور خالد محمود يعني عقب انتهاء المران. النهارده السلية كان بيأدي مران، يعني نقدر نقول البرنامج التأهيلي بتاعه كان بيجري بجري حول الملعب، خلاص بيدخل في المراحل الاخيره من البرنامج التأهيلي. وبالنسبه لحسين الشحات ومحمد محمود كان الاثنين في البرنامج التأهيلي مع الدكتور محمد النجار. يعني عايز اقول لك برضو امر مهم جدا ان الدكتور خالد يعني صرح لنا تصريح ان معدل الاستجابه للاعبين والاستجابه العضليه والالتزام اللاعبين هيقلل المده الزمنيه اللي كان تم الاعلان عنها مسبقا. يعني اقدر اقول لك ده بشبه بصوره مؤكده عقب لقاء الاتحاد ان شاء الله السلية وحسين الشحات هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي في المران الجماعي. يعني انا لما اتكلمت مع الدكتور خالد قال لي بالظبط، قال لي خلاص المعدل الزمني للعيبه اقل بكتير من اللي احنا يعني اقل من اللي كان تم اعلانه خلال اسبوع 10 ايام بالكتير. يعني ان شاء الله زي ما قلت لك عقب لقاء الاتحاد ثم لقاء عقب لقاء الاسماعيلي والاتحاد ان شاء الله هو لقاء الاتحاد الاخير هيبدا السلية وحسين الشحات يكونوا موجودين في مران الفريق. اللي ممكن يتأخر اسبوع كمان هو محمد محمود، لكن السلية حسين الشحات اسبوع 10 ايام ان شاء الله يكونوا موجودين في مران الفريق. ايضا من ضمن النقاط المهمه جدا اللي كانت موجوده في مران النهارده يا احمد، مستر ريني فاير اختص قفشه شويه بحديث مع قفشه في حضور الدكتور عمرو محب المترجم، وحاول ان يعني انت زي ما انت عارف احنا لغه الكوره ولغه الاشاره بتتفهم. وده اللي احنا اكدنا عليه عقب المران، ان حاول ان هو يركز مع قفشه شويه على الاختراق من العمق. يعني كان كلامه مع قفشه ان حاول يخترق من العمق شويه، يحاول ان هو يبقى في ينوع ما بين التمرير العرضي والتمرير الطولي، وان بلاش المشي الكتير بالكره بعرض الملعب، يبقى تمرير الاختراق من عمق الملعب. دي من اهم النقاط اللي ركز عليها مستر ريني فايلر مع قفشه عقب المران، وجلسه امتدت لاكثر من 10 دقائق. صحيح.
انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من ملعب التتش. دي كانت اخر اخبار تمرينه النادي الاهلي واللي